كامل مروان خوري ولقيت أصداء كتير إيجابية عبر الإذاعات وعبر الشاشات. على أثر نجاح الأغنية سابين عم تتحضر لإطلالات عبر المجالات الفنية بالأيام المقبلة، مشان هيك قامت بجلسة تصوير خاصة. كيف أجواء التصوير وشو بتخبرنا عن جديدة؟ نتابع. سابين، خبرينا عن الفوتو سيشن اليوم. اليوم عم بعمل فوتو شوت كرمال كفرز للمجلات، كان صار لي فتره ما كان عندي وقت اعمله للفوتو سيشن، اليوم صح لي الوقت. فوتو سيشن هو شيء جديد بعد اكثر، لانه عن جد اليوم كان في كثير لعب بالديكور وباللبس يلي اصلا معمول اكثريت منه هاند ميد، كان معمولين بالايدين، اشياء ما بتلاقيهم وين ما كان ابدا، يعني اشياء مش حتى من لبنان، من بلدان كتير بعيدة ما حدا حتى بيفكر يروح عليهم. جبنا التياب من هونيك، وحتى الجزادين والغراض كلهم اللي كانوا حوالي كانوا كتير فينتج، ايام قديم، وكتير بيذكرونا بالكليب اخر همه، كان بعدنا ماشي على نفس التيم. واول تعاون مع ديماتو، التعاون معه كان كتير حلو لانه دغري فهمت انا شو بحب، الستيل اللي بحبه اللي هو قديم، وهي عارفه انه انا عم تابع خط لازم مفروض انها تكفي دايما. ميك اب كان من صباح كيوان، ميك اب ارتست هي نفسها اللي عملت لي للكليب اخر همك، والشعر كان من صالون توني ابراهيم عماد. ما مدى سعادتك بنجاح اغنيه اخر همك اللي كتبها ولحنها الفنان الشامل مروان خوري؟ اكيد سعيده كثير بالنجاح مع استاذ مروان خوري. مروان اكيد من الفنانين الكبار اللي انا بحب اتعامل معهم، وهو راهن على نجاحي، مش بس هو، اكيد كمان الاكيب العمل تبعيتي عم بتراهن على نجاحي وعلى نجوميتي. ومروان يعني الحمد لله وصلت له غنيته اللي كتبها ولحنها بطريقه كثير مضبوطه، وهالغنية انا وصلتني لمراحل كثير بعيده بمسيرتي اللي هي بعد مبلشه، بس الحمد لله كثير مبسوطه. وما بتتذكر كلمه حلوه قلتها. شو بتخبرينا عن تعاونك الأول مع سابين؟ أنا هاي أول مرة بتعامل مع سابين، والشغل معها كان كتير هين وكتير كتير حلو، ما بتعذب أبدا، يعني شو ما تقلها بتتجاوب معك، إنه في كتير إنه بوزيسيونات بجسمها بوجهها بعينيها إنه كنت عم بطلبهم منها دغري عم بتلبيني، واسم الله الكاميرا كتير كتير بتحبها، وكونسبت كان مقسم لكذا، يعني غيرت كذا مرة ستيل تبعها، مرة كانت قديم، مرة شوي هيك مودرن، لبست عوانات شابويات، غيرنا كتير قصص، يعني جربنا نستعمل نحط شوية بروبس هيك نعبي أكتر الفريمز. نحن اليوم بموقع تصوير عم نعمل فوتوشوت لسابين. أنا اليوم مثل ما تعودتوا يعني بعتقد تشوفوها لسابين بلوك شوي غريب ما بيشبه غير ناس، عملت لها قصص فينتج مثل العادة لأنه أنا بحب هيدي الفترة وهي كتير بيلبق لها. في كتير قصص من التيب اللي لبستهم هاند ميد، في كتير غيرت كذا لوك، غيرت كذا اكسسوري، بس أهم شيء أنا بدي أركز على نقطة واحدة، إنه قدي هلا رح باين كتير إنه عم بيض وجه، بس قدي بيلبق لها وقدي بنبسط إنه أعطيها أو لبسها أو أعملها anything of an art direction ولا ستيليست ولا شيء، لأنه بحس كأنه بتفش الخلق وكل شيء بيطلع عليها تايمز 10 يعني. سو النهار كان كثير منيح مبدئيا، يعني ان شاء الله يطلعوا صور كثير حلوين حسب ما عم نقشع، وان شاء الله الناس يحبون. سمين، بالمرحله الجديده من حياتك الفنيه دخل عليها شخص جديد وهو مدير الاعمال جوزيف قهوجي، شو بتقولي عن هالتعاون؟ اكيد مساعده جوزيف مهمه بالنسبه لإلي، بس انا اصلا فنانه كثير بلاحق شغلي، يعني انا ما بتكل بس على شخص واحد، انا كثير بتعب كمان، بحب كثير انجح، بحب انا اتعب لانجح كمان، وبعرف شو بدي، يعني انا مش عم بتكل على حدا انت حدا يعمل لي شغلي، انا بعرف شو بدي كفنانه، بس بدي حدا يساعدني تقدر اوصل للطموح اللي انا بدي اياه. جوزيف قهوجي اكيد عم بيساعدني كثير لانه مدير عمل كتير شاطر وعنده يعني كتير مآمن فيي بنجوميتي كتير جوزيف، وحابب يوصلني لمحل كتير بعيد،
وحتى عندي البارت الثاني اللي هو إنغريد بواب اللي كانت مخرجة الكليب، كمان هي كتير بتساعدني حتى بالستوديو، بالأفكار اللي بحب أسألها إياهم بسألها لها، باللبس، بكل شيء. يعني أنا مش بس عندي جوزيف اللي أكيد هو بارت كبير من نجاحي من دارة أعمالي، بس نحن مكتب كتير كبير يعني عم بيشتغلوا لشخص واحد يلي هو أنا. ما هو جديدك من أغنيات؟ أكيد مفروض جماعة الجاية نلتقى مع عربيكا باستوديو أستاذ ياسر رحباني يلي عم بحضر لي كمان، مثل ما رحبني سموني بالقنبلة الحمراء حضروا لي أغنية قنبلة كأغنية رح تكون الحمد لله كمان كتير حلوة وعلى نفس المستوى ومن آخر همك. يعني وصلت نجاح كبير بغنية وحدة، عم بستمر بهذا النجاح بغنية أستاذ ياسر رحباني.